خلاص اذا انت ذي دشره يا بنت الذين اكتبي في الاسم الله يرحم والديك، لازم تكتبين الاسم، تعرفين جايبه الشهاده الحين، جايبه الدكتوراه، ترى جايبه العيد يا بنت الذين. شوف دي تركيه قالت ما اقول لك اسم والده، يعني ليش؟ عشان ما كملي انت. مثلا سمي. انا دارسه وما اكمل، ليش؟ لان ما ابي. مثلا انت سوت القحفه قحكه نار. اخ محمد لعن الله ابو لحدث، الله يلعن جدث، الله يلعن جدث، الله يلعن خلل فني يا الربع. دقيقه معليش. بالقرد ممكن انا اقول عيد صح؟ والله اسف صديقي.